أحبائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسئلة حائرة، اللي فيه بنجاوب عن تساؤلات حيرت وبتحير الكثيرين. يمكن البعض عبر عن حيرته وسأل، والبعض الآخر خبى حيرته جواه وخاف إنه يسأل. بشجعكم إنكم تسألوا، لأني عندي إيمان وثقة إن الكتاب المقدس اللي هو كلمة الله فيه إجابة عن كل تساؤلاتكم. بيسعدنا أن يكون معنا الدكتور بارتي عبد المسيح. أهلا بيك دكتور بارتي. أهلا بيك يا دكتور إكرام، أنا يسعدني أن أنا أكون معاك ومع السادة المشاهدين في إجابات عن الإيمان المسيحي. متفق معايا أن الإيمان المسيحي لا يتعارض مع العقل دكتور بارتي؟ الحلقات اللي فاتت كلها بتقول كده، وفي كل مرة جاوبنا عن السؤال كان واضح أنه عقل وفكر وإعلان إلهي لا يمكن مقاومته غير للإنسان الغير مستعد أن يقبل الإعلان الإلهي. لكن إحنا بنصلي أن الرب من خلال الإجابة على هذه الأسئلة يكلم كل النفوس أنها تقرب من ربنا. أنا بقول لك عزيزي المشاهد، أنا بحب أفكر ومش بقبل أي حاجة وخلاص. الحقيقة أنا وجدت أن الإيمان المسيحي مشبع لعقلي. اسمح لي أشاركك بإيماني وأجاوب على كل الأسئلة اللي بتحيرك. دكتور بارتي، سؤال بيردده الكثيرين، رغم أن معروف أنه إله المسيحية هو إله المحبة، إلا أنه في العهد القديم الجزء الأول من الكتاب المقدس في نوع من طلب أو أمر ربنا شعبه بأنهم يقتلوا الكنعانيين، يقتلوا أعدائهم، يقتلوا عماليق، أكثر من طلب، أكثر من أمر إلهي في الكتاب المقدس في العهد القديم لشعبه بالقتل. مش شايف معايا أن ده شيء غريب؟ هو مش بس أمرهم بالقتل، ده هو تدخل في الحرب، وفي مرات كثيرة الحرب كانت للرب، والرب اسمه رب الجنود. رب الجنود معنى إله يعقوب. لكن الحكاية دي أنا عايز الأول أقول شوية حاجات مهمة، قواعد ثابتة هتقودنا في مناقشة هذا الأمر. الحاجة الأولى أن أنا عايز أقول أن ده لا يمكن إطلاقا أن ياخدوه إخواتنا وأحبائنا المسلمين ذريعة أو سبب لتبرير العنف والقتل في الإسلام. في فرق بين الاثنين كبير قوي، وهقول الفرق ده ممكن نوجزه في ايه. فلم يكن الهدف اطلاقا من هذه الحروب او من هذا القتل نشر اسم الله واجبار الاخرين على قبول الايمان اليهودي بعد مجيء النبي موسى، او العنف اللي هنشوفه في الأول إجبار الناس على أن هم يتبعوا الله غصب عنهم. ده مش موجود، ما فيش حاجة اسمها جهاد، ما فيش جهاد، ده مش تبرير للجهاد الإسلامي، لأنه الأحبة المسلمين بيحاولوا ياخدوا ده سبوبة سبب لتبرير الجهاد الإسلامي. ده مش ممكن، لأن لم يكن الهدف هو نشر اليهودية. الحاجة الثانية، العهد القديم بيصف أحداث تاريخية حدثت، بيصف الحدث، وهذه الأحداث التاريخية التي حدثت لها أسبابها هنتكلم عليها بالتفصيل بعد شوية. لم يكن هذا أمر إلهي يضع قوانين دهرية وأبدية وتمتد إلى ما نهاية بالقتال. عايز ألخص الجملتين دول في جملة واحدة، الحروب والعنف الذي وجد في الكتاب المقدس في العهد القديم هي حروب وصفية مكتوبة في العهد القديم للوصف، بيوصف حدث، حدث هذا 1 2 3، وليست تشريعية. يعني ما بيحطش، ما يقولش يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال فبقي قانون يستمر إلى أبد الأبدين، ما يوقفش. لا، ده حدث ليه هدف ورؤية هنحكي فيهم واحدة ورا الثانية. بس الله أمرهم. يعني هم ما عملوش من نفسهم. ما عملوش من في حاجات الله أمر بيها وحاجات الله عملها كمان، حتى الإنسان ما تدخلش فيها، وده هنحكيها بعد شوية كل واحدة فيهم هنحكيها بالتفصيل. طب أنا متفق معك أن الله ما كانش بيأمرهم من أجل نشر اليهودية.
لكن برضو لازال الأمر غريب، ليه الله يأمر بقتل الناس؟ أنا هجاوب على ده في ثلاث حلقات. ثلاث حلقات. النهاردة هقدم، هقول مقدمة عامة وهجاوب على الجزء الأول اللي هو العنف الشامل، زي حادثة الطوفان وحادثة تدمير مدينة سدوم وعمورة، مدينتي سدوم وعمورة. المرة الثانية هنتكلم على حروب إسرائيل اللي تمت، اللي أمر الله فيها شعبه إسرائيل بعد ما بقي شعب وبعد ما بقي خارج من مصر ورايح على أرض الموعد، والله أمرهم إن هم يبيدوا في الحقيقة، مش يقتلوا، ده يبيدوا، اللي هو السؤال اللي أنا قلته لحضرتك النهاردة. لكن الحاجة الثالثة المفاجأة اللي طالعة جديد في هذا العصر، اتهام المسيح والمسيحية بالقتال. المسيح أمر بالقتال، وأن المسيحية انتشرت بحد السيف. ده كلام طبعا اتهام ساذج، لكن هنفنده ونشوف ايه الايات اللي مزعله الاحباء اللي بيسالوا الاسئله دي. فاحنا هنجاوب ده على في ثلاث حلقات بمشيئه ربنا، وهبتدي الاول ادي مثال، او بس عايز اقول حاجه تانية اضافيه قبل المثال ده. لازم نبص ونشوف انه النص الكتابي اللي فيه الحاجات دي، احنا كل الناس اللي في الشرق الاوسط والمتكلمين بالعربية كلهم تقريبا، غير الملحدين منهم، ودول مش هدفنا دلوقتي، لكن عليهم ان هم يسمعوا برضو ويفكروا، يؤمنوا بقدسية هذا النص. الحروب دي النص الكتاب المقدس ده بعهدي بيؤمنوا بقدسيته. احنا اتكلمنا في قبل كده على الكتاب المقدس، لكن النص بتاع التوراة أعطي للنبي موسى، فالنبي موسى ترك لنا وحيا مكتوبا، وتبعوا أنبياء إسرائيل في ذلك وتركوا لنا وحيا مكتوبا. يبقى ده وحي ونص، ما فيش مفر منه. لكن أنا هدي المثل اللي بيشجعني كتير جدا إن أنا أفهم إيه الحكاية دي. عارف السؤال ده بيفكرني بآية في كورنثوس الأولى أصحاح 13. في كورنثوس الأولى أصحاح 13 الآية 11 بتقول إيه؟ لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. حصل نمو. ومتى جاء الكامل؟ الآية اللي قبلها بتقول متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. إسرائيل في الحقيقة بالنسبة لله، هوشع النبي حتى بيقولها، لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. فأنا لما يكون عندي طفل صغير، الطفل الصغير يحتاج إلى حماية، إلى رعاية. ابني، أنا ليه ابني دلوقتي عدى 20، لكن لما كان صغير كنت بشيله، لكن لما هو بقى عنده 12 سنة ما بقتش أشيله. لما كان صغير كنت أنا اللي بحميه، كنت بروح أوديه المدرسة وهو في ابتدائي، لكن لما بقي في ثانوي في إعدادي بيروح المدرسة لوحده. إسرائيل الطفل الصغير اللي خرج من مصر تايه كان يحتاج إلى حماية. والإيمان بالله لما الشعب ضل، وهحكيها بالتفصيل، الشعب ضل وضاع، كان المؤمنين بالله في وسط هذه الشعوب اللي ضلت وضاعت كانوا في حاجة إلى حماية، وخالقهم قرر أن يحميهم. حماية من إيه دكتور برشي؟ هنيجي في كل واحدة بالتفصيل، ما احنا هنقول ثلاث حلقات فكل واحدة هنقولها بالتفصيل. لكن إسرائيل لما ابني وهو طفل كان بيحتاج حماية وتدريب ونمو. أول لما كبر تحولت الأوامر، الأول كنت أديله أوامر على قده، لما كبر دلوقتي هو بياخد قراراته، أنا ما أقدرش أخد قرارات الابن اللي عنده 22-23 سنة. تحولت الحياة من اعمل ولا تعمل إلى مبادئ أساسية في الحياة ابني بيعيش عليها، أنا ربطها فيه من طفولته، وده اللي كان مطلوب منه. عشان كده لا، العنف موجود في الأوائل، بعد شوية العنف انتهى، بعد كده الله عاقب إسرائيل نفسها.
لما هي حادت عنه، لأن هو كان مديهم العنف ده لأسباب. وبعدين لما في المسيح يسوع، لما جاء الكامل يسوع المسيح، مش أبطل، مش لغى، ولكن حقق كل هذا. إسرائيل اتحول حسب الكتاب المقدس من إسرائيل اللي هي دولة ومملكة الله على الأرض، وده كل حتى المسلمين بيعترفوا بيها، بني إسرائيل أعطاهم الله الكتاب والنبوة، مملكة الله على الأرض وخصهم بكده، كان شعبه. في المسيح يسوع كل القوانين التي أعطيت لإسرائيل التي فشلت إسرائيل في تحقيقها تحققت في شخص يسوع المسيح. عشان كده يسوع المسيح لما جه أسس مملكته أسست على السلام، على الخلاص، على أشياء كل الترمينولوجي حتى اللي هو التعبيرات، كل اللغة اتغيرت، مش اتلغت العهد، لا، بقي هو عمله، ولما حل محل فيه بقي فيه سلام. عشان كده هو اسمه رئيس السلام. لا يستطيع أحد إلا في هذه الأيام اللي مليانة بالاتهامات الباطلة الغير قائمة على أسس ولا على قواعد ولا على فهم ولا على تبادل فكر ولا على تاريخ، لأول مرة في العصر الحديث يتهم يسوع المسيح باتهامات باطلة عن العنف، لكن هو رئيس السلام. عشان كده بعد يسوع المسيح الدنيا اتغيرت بشكل غير عادي، وهنتكلم عن ده بالتفصيل. يعني حضرتك عاوز تقول ان العنف ارتبط بنشأة إسرائيل الأولى، بنشأة البشرية الأولى. الأول نشأة البشرية في العنف العام، وبعدين لما جت إسرائيل نشأة إسرائيل، الله بيحامي عنهم. ما كانش في طريقة تاني غير العنف؟ هنشوف لما نيجي، احنا قلنا هنقول كل واحدة بالتفصيل، هنشوف كان في طريقة تانية ولا لا. هنكتشف ان ما كانش في طريق غير العنف، ما فيش سكة تانية، لأنه الله قدم، لا كان في رحمة، والله في كل مرة قدم الرحمة. هنشوف الرحمة كانت فين في وسط العنف ده، هنشوف الرحمة كانت فين وقد إيه، وإنها كانت لا نهائية ولكن رفضها الإنسان بسبب قلبه الشرير. عزيزي المشاهد، لازلنا نصر أن الله هو إله المحبة، هو إله الرحمة، وإن الله اللي بنقدمه في المسيحية هو الإله اللي بيحب كل الناس. بنوعدكم ان هنجاوب على كل التساؤلات اللي زارت في أذهانكم، ازاي الله يؤمر بالعنف. اعتقد ان احنا جاوبنا على جزء من هذا السؤال، وهنكمل الإجابة عن هذا الجزء، لكن خلونا نطلع لفاصل ونرجع علشان نكمل إجابتنا. أحبائي المشاهدين، رجعنا تاني علشان نكمل حديثنا الشيق عن سؤال محير، العنف في الكتاب المقدس. دكتور بارتي، لمحت لنا على العنف العام في الكتاب المقدس. الله شوية كان عنيف وهو بيتعامل مع الناس، عنيف وهو بيتعامل مع أهل سدوم وعمورة، عنيف في أيام نوح. فصل لنا، هل في تعارض بين هذا العنف وبين محبة ربنا ورحمته؟ هدف الكتاب المقدس ده، هو كلمة الله الموحى والتي أعطاها الله لأنبيائه القديسون على مر التاريخ. الكتاب ده مش كتاب تاريخ أو كتاب جغرافيا أو كتاب علم، الكتاب ده بيحكي قصة محبة الله للإنسان وللبشرية، وهو بيحكي هذه القصة. الله هو مركز هذا الكتاب، ولكن الله بعد سقوط الإنسان، الله كان ليه وجهة نظر مستمرة على طول الخط وبيعملها طول الوقت، هي كيف يحقق فداء هذا الإنسان. هنشوف ده على مر التاريخ من أول سفر التكوين لغاية نهاية العالم. الله هدفه هو فدائك، الله هدفه هو خلاص الناس، يحل مشكلة سقوط آدم. أيوة. لكن العنف ابتدى من الإنسان مش من الله. إزاي؟
أول حادثة عنف في تاريخ الإنسانية كان من آدم عندما تعدى على وصايا الله وسمع لصوت إبليس وتعدى على وصايا الله، ده كان عنف، وهو نال جزاء هذا العنف موت، فمات. فآدم مش حي النهاردة. بعد كده نشوف العنف ده بقي في العالم حاجة متأصلة، ابنه الإنسان ورث العنف، فابنه راح قتل أخوه، وإحنا عارفين القصة دي كلها وموجودة في سفر التكوين أصحاح 4 من آية 8 لآية 15. ولما الله ابتدى يواجه قايين، فقايين بيرد عليه يقول له إيه؟ أحارس أنا لأخي؟ راح الرب رد عليه يقول ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. أهو العنف الأول. السر ملعون الأرض التي فتحت فيها لتقبل دم أخيك من يدك. وبعدين العنف ابتدى، فقال قايين للرب ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض، من وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني. أهو العنف، سر العنف مش من الإنسان نفسه، من الإنسان نفسه، يعني جزاء ما صنعه الإنسان. فبقيت في طبيعته، في دمه العنف. بعد شوية نشوف الله بيعمل حاجة غريبة وفريدة ومحتاجين نفهمها. الله خطته وهدفه الفداء وخلاص البشرية، مش بيحكي قصة كل الناس، مش بيقدم أسماء وتاريخ قايين. قايين سقط من التاريخ البشري بعد كده، فنلاقي مثل قايين موصوف في الكتاب المقدس في أصحاح 4 مرة تانية، بس عشان حاجة تانية يثبت الانحراف الفظيع بتاع الإنسان. فنشوف في عدد 23 إن لامك، عدد 22 ده لامك أول واحد من الجيل الثالث أو الرابع بعد آدم، راح من قايين راح عمل إيه؟ راح اتجوز اثنين لأول مرة، كسر القاعدة الإلهية. الله قال آدم وحواء رجل وامرأة، راح وبعد كده فقال لزوجتيه إني قتلت رجلا لجرحي وفدى لشدخي، الرجل عايره راح اتخانق معاه راح قتله. الله لما قال لقايين، لما كان بيتكلم مع قايين قال له أنا هحميك، وأي حاجة من الكائنات الحية يا قايين هتلمسك، كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. الله بيقول سبعة أضعاف. الرجل ده ابن قايين، حفيد قايين، يقول إيه؟ أن ينتقم لقايين سبعة أضعاف، وأما للامك فسبعة وسبعين ضعف. هذا هو قمة العنف. بعد لامك الله أسقط من حساباته نسل قايين، ما جابش سيرتهم تاني، تاني خلاص. لا، هنقول سيرتهم جت في إيه؟ عرف آدم امرأته فحبلت وولد اسما. بص الآية دي خطيرة جدا في التحديد مين هو الله. ودعت اسمه شيث، شيثا، قائلة لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين قد كان قد قتله. ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش. حينئذ، اسمع الجملة الخطيرة دي، ابتدئ أن يدعى باسم الرب مرة تانية بعد أجيال من قايين. في أول جيل من الابن الجديد لآدم اللي هو شيث يدعى باسم الله مرة تانية، فبقى فيه أولاد الشيطان، أولاد العالم اللي هم نسل إيه؟ قايين. قايين، وبقى فيه لأول مرة يدعى نسل باسم الله مرة تانية، اسمه إيه؟ اسمه جاي من شيث بن أنوش. لما نكمل هنوصل لقصة، جميلة قوي دي يا دكتور عبد، هنوصل لقصة نوح في أصحاح 6 و7. عقبال الوقت بتاع نوح الأجيال عمالة تكبر، الكتاب المقدس خلاص ما تسمعش عن قايين تاني، غير بقى هتقول إيه؟ إن أولاد الله تزوجوا من أولاد العالم، من بنات الناس، من بنات الناس. إيه بنات الناس؟ نسل قايين اللي ساقط اللي ضايع. فنشر بسبب هذا التزاوج الغير طبيعي أولاد الله راحوا من نسل الناس، هذا التزاوج أنتج لنا عدوهم بالشر. الشر بيعدي، نعم، الشر بيعدي بقوة غير عادية، فعدوهم بالشر. فرح الله أقام لنفسه النبي نوح، نوح اطلع ابعظ
قعد يوعظ الناس على الفلك وقال له انا خلاص هبيد العالم. ووعظهم يا نوح كم سنه انت عارف بين امر الرب لنوح انه يوعظ في اصحاح 6 وان الطوفان اللي جه قتل كل العالم 100 وناس تانيين بيقولوا 120 سنه. 120 سنه بيسمعوا وعظ من رجل قال عنه الكتاب المقدس ان هو كان رجلا بارا، رجل بار، هو الوحيد اللي وجد الله في نوح انه رجل بار فخلاه يوعظ. بار يعني ايه؟ يعني ما فيهوش نظيف، ما فيهوش شر. فلما لقى راجل نظيف يتبع الله، كل العالم اللي حواليه كانوا بيسمعوا رسالة الله اللي جات لهم من آدم واللي جات لهم من شيث. آدم قعد يعلم قابيل راح قتل أخوه، قعد فراح الله آدم ابتدى يعلم شيث، شيث ابتدى يفهم الله وابتدى يعلم ابنه أنوش لغاية لما جات لنوح. في الجيل ده كله بعد 100 سنة الله بينذرهم، بينذرهم لمدة 100 سنة، 120 سنة انذارات الله قائمة ولكن الناس لا يسمعون، ففناهم الله بالطوفان. يعني عاوز حضرتك تقول لي ان هذا العنف العام مرتبط بعدل الله ولا يتعارض مع رحمة الله اللي انتظر 120 سنة. 120 سنة وعص مفيش. الحاجة الثانية، المثل الثاني اللي هو مثل سدوم وعمورة، وده مثل يهمني جدا لأن سدوم وعمورة بيبتدي بقصة جميلة في موضوع العنف عايز أوضحها. بيبتدي بالعشرة بين الله، الله قبل ما يروح يعمل سدوم وعمورة ويمطر عليهم نار وكبريت من السماء، القصة دي موجودة برضه في القرآن يعني على العموم. قصة سدوم وعمورة قصة حقيقية وتقدر تروح تشوف الحاجات دي في المتحف البريطاني، أنا شفتها، شفت جزء من الأقراص دي في المتحف البريطاني. الرب راح لإبراهيم في أصحاح 18 من سفر تكوين وقال إيه؟ هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وابتدى يناقشه في موضوع إن هو رايح يبطر نار وكبريت على سدوم وعمورة. راح قال له يا رب شرعت أن أكلم المولى أنا تراب، لو في 50 بلاش تهلك المدينة. قال له في 50 مش هلكها، فصلوا لغاية لما في 10، ما فيش 10، تعرف تلعب في المهاية تطلع مين؟ واحد بار كان يعذب نفسه البارة. فعمل إيه؟ راح الرب لوط، راح الرب أخذ لوط وأرسل له ملكين خدوه خرجوه بره البلد وأمطر الله على. يبقى هنا الله رحمته كانت كبيرة، كان حاطط واحد بار رغم أن اختيار لوط يبان طول الوقت أن اختيار خاطئ، لكن واحد بار في وسط سدوم وعمورة مدينة الأشرار. وفي الحلقة الجاية هحكي إزاي سدوم وعمورة في شرها كانت ضد شريعة الله التي لم تعطى بعد عن طريق موسى. لكن لاحظ أن احنا بنتكلم على تاريخ إيه؟ التاريخ ده 4000 سنة، يعني مش انت بتحكم عليه بالقرن 21، 4000 سنة. نعم. وبعدين الله ما كانش فيه فايدة. المثل الثاني اللي انا عايز اديه موازي لسدوم وعمورة، الله ادى مثل لرحمته ازاي هو بيتصرف. كان في مدينة تانية عاملة زي مدينة سدوم وعمورة، ده ارسل لهم واحد بار قعد في وسطيهم وعاش طول عمره يعذب نفسه البر هناك هو وبيته ويحاول يربحهم لربنا ويتوبهم عن الشر، ما تابوش فكان لازم يدفنوا. ليه؟ هقول ليه بعد شوية. لكن نشوف المثل الثاني، قصة يونان. قصة يونان برضو بيؤمن بها المسلمين، موجودة في القرآن. وفي قصة يونان لما يونان راح وعظ، وعظ بس يونان المدينة كلها تابت، المدينة كلها تابت ورجع. انت عارف ربنا ايه؟ راح يونان زعل، راح ربنا طلع له شجرة متسلقة يقطينة، يعني بتاعة اليقطينة اللي هي تبقى القرع، القرع شجرة، راح تطلعها وتضلل بيها. وبعدين راح ربنا طلع له دودة تاني يوم كلتها. انت عارف راح الرب قال له ايه؟ فقال لا افلا ان كنت انت اشفقت على الشجرة اللي طلعت وماتت في تاني يوم، افلا اشفق انا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد بها اكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة. الله اشفق عليها بسبب توبة الانسان وعمل ايه؟ أنقذ المدينة من الهلاك. عزيزي المشاهد، إلهنا إله رحمة لكن أيضا هو إله عادل. قدامك لطف الله وصرامته، يا ترى أنت هتختار إيه؟ هل هتختار اللطف ولا هتختار الصرامة؟ إذا حبيت تتوب وترجع لربنا مش هتشوف غير لطف ربنا، لكن إذا استمريت زي ما أنت بعيد عن ربنا بتغضبه مش هتجد غير الصرامة. بدعوك عزيزي المشاهد أنك تراجع موقفك
زي ما قال الدكتور بارتي، الإنسان هو الذي بدأ بالعنف، وكل اللي بيحصل معاه دي نتاج ما صنعه، ما زرعه يحصده. بدعوك إنك تختار الحياة الأبدية وتختار اللطف، ونعدكم باللقاء في حلقة قادمة، والرب معكم.